يرى الناخبون الأمريكيون بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو الاختيار الأفضل للاقتصاد، إلا أنهم اعتبروا بأن نهج الرئيس الحالي جو بايدن أفضل للحفاظ على الديمقراطية ومنع التطرف. هذا ما كشفه آخر استطلاع للرأي أجرته رويترز إبسوس، ويعكس الاستطلاع تردد الناخبين الأمريكيين والمنافسة المتقاربة بين ترامب وبايدن. ينضم إلينا من أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية مراسلنا مجدي يازجي. مجدي، يعني نتائج الاستطلاع من الواضح بأنها تظهر يعني قوة لدى كل طرف دون الآخر. إلى أي مدى ستكون فعلا انتخابات هذا العام انتخابات تؤدي فعلا لانقسام المجتمع الأمريكي؟ إلى حد كبير فضيلة، وبالفعل كلمة السر قد تكون هي الاقتصاد، وهذا ما يعول عليه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والمرشح المفترض عن الحزب الجمهوري أن يشن حملته السياسية وأن يشن هجومه السياسي غير المسبوق وغير المعتاد في العادة خلال المناظرة المتوقعة غدا ضد بايدن من بوابة الاقتصاد، تحديدا من بوابة التضخم المالي. تحدثت مع الكثير من الأمريكيين هنا في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا عند وصولنا فضيلة، وسألتهم عن موضوع التصويت لترامب أو بايدن، ودائما الوتيرة نفسها، هم يعني يعبر عن التعب من كلا الرجلين، ولكن تحديدا بايدن لأنه الآن هو المسؤول، هو الموجود في السلطة، والحديث عن الشؤون الاقتصادية دائما في المقام الأول. بايدن في المقابل سيعول على موضوع الديمقراطية، وإن كان يبدو أكثر فكر مجرد فضيلة عن أنه أمر تطبيقي، ولكن يحاول أن يجره إلى الحقيقة والواقع عبر بوابات الحروب الخارجية، سواء كان ما يجري في أوكرانيا وغزة. النقطة الأخرى، نحن هنا عندما وصلنا إلى مدينة أتلانتا، الإجراءات الأمنية يبدو هذه النقطة هي أقرب نقطة فضيلة تمكننا الوصول إليها في استديوهات CNN، حيث ستعقد هذه المناظرة المرتقبة في الحقيقة ما بين بايدن وترامب. ولكن لا أدري يوم غد ما الإجراءات الأمنية التي ستكون مطروحة في هذه المدينة، وتحديدا في هذا المربع الذي نتواجد فيه. هناك حديث أنه حتى هذه النقطة فضيلة قد لا نتمكن من الوصول إليها، من المفترض أن تغلق عن بكرة أبيها. في حديث أيضا عن مظاهرات متوقعة، لا أعتقد أو لا أستطيع أن أؤكدها أو أنفيها، ولكن هذه بعض الأقاويل وبعض الأحاديث التي نستمع عليها أيضا هنا في الشارع، أحاول أن أنقل لك هذا النبض. ولكن أيضا الملفات المطروحة والتسريبات التي يجري الحديث عنها أن ترامب يريد الدخول إلى هذه المناظرة ويصور نفسه بشكل مختلف عكس المعتاد في السنوات الماضية، يريد أن يظهر كرجل هادئ وكقيادي مسؤول، وألا يشن الأسلوب المعروف فيه فضيلة وما هو متعارف من هجمات غير مسبوقة وغير متوقعة يقوم فيها. بينما بايدن بحسب التسريبات سيبدأ بوصف ترامب بأنه الخاسر، وكلا الرجلين يعولان على هذه التسعين دقيقة فضيلة. شكرا لك مجدي يازجي من أتلانتا في جورجيا.